هنا القاهرة عاصمة الخبر، أهلا بكم. للمرأة أياد بيضاء على وجه العالم في كل مرة تصبح الأمور على ما لا يرام، من حرب، وباء، كوارث طبيعية، تغيرات مناخية، تكون هي حاضرة على الدوام، تعيد ترتيب الأشياء وتحاول ضبط إيقاع العالم ليعود كل شيء إلى سيرته الأولى، في حين يقف التاريخ مجدوهاً يراقب ما أنجزته المرأة للإنسانية عبر قرون، بينما لا تزال تبحث عن حقوقها في مجالات المساواة والعمل ورفض التمييز بل والعنف بأنواعه الذي بات كابوسها الذي لا تفيق منه. حروب متعددة أخرها حرباً ضروساً بين روسيا وأوكرانيا لا تبدو لها نهاية قريبة. إذن التحديات التي تواجه المرأة في يومها العالمي هو موضوع مطروح لنقاش. استطاعت المرأة في مختلف بقاع الأرض كسر كل التقاليد والعادات لتقتحم مهن غير تقليدية ومألوفة في المجتمعات. في درب الآلام تسير سالي عازر بذات الطريق التي سار فيها المسيح لتصل الكنيسة الإنجيلية اللوثرية في البلدة القديمة، حيث تم ترسيمها بزي قصيصة كأول امرأة فلسطينية من القدس في كنائس الأردن والأراضي المقدسية. ما توقعت انه اكسير انا كمان اول اسيس، يعني هذا الشيء اجى يعني وتوازب، يعني انه اتس نايس وانا ام هابي تو دو ذس ستيب للتشيرش، بس طبعا انه انا كثير مبسوطه يعني انه الناس هالقد مشجعيني وواقفين معي، وانه زي كانه لو جيت حسيت انه كان كل وقت عم بستنوا على هذا الشيء، فهذا الشيء شعور حلو. انا كاسيسه بعمل كل شيء زي كل اي اسيس ثاني، يعني اهم شيء احنا عندنا العظه والعمادة والكوميونيون، هدول هم الثلاثة الأشياء الأساسية للأسيس وش بتعمل. تجلس الفلسطينية سالي عازر أمام مذبح الكنيسة اللوثرية تقرأ رسائل الإنجيل وتتلي صلوات وترانيم درستها في علم اللاهوت في كلية اللاهوت في لبنان وألمانيا لتحذو حذو والدها. بخدم بالكنيسة، يعني بساعد أبوي لأنه كان أسيس بوقتي وهلأ يعني هو صار مطران، بس خلال الفترة يعني كان دائما عندي طموح أنه أدرس لاهوت، وبعدين خلال السنين أنه كان زي كأنه الكول تبعي أنه أرجع للبلد وأنا أصير أسيسة، فما كان في إشي يعني وقفني أنه من هذا الإشي، لأنه عندنا كنيسة كتير متفتحة، مش إشي يعني منا عشان نكون ضد هذا، بس هو اللاهوت إحنا بنتطور معه، فنتمنى كمان الكنائس تانية توصل لها المرحلة. وفي خطوة نادرة جرت المراسم على بعد أمتار عدة من كنيسة القيامة التي تعتبر أكثر المواقع قداسة في المسيحية، تجاورها مساجد لترسم بذلك صورة لتآخ إسلامي مسيحي متماهيا مع رسالة سالي عازر رغم معارضة البعض لها. هكذا تكسر سالي عازر كل عادات وتقاليد مجتمع يحد من مكانة المرأة وتميزها، فتكرس كأول قصيصة في بلد مهد المسيح في رسالة إلى كل نساء العالم والمنطقة بأن لا يتوقفن عن الدفاع عن أحلامهن وحقوقهن. من البلدة القديمة في القدس المحتلة، دانا أبو شمسية، هنا القاهرة عاصمة الخبر. لنبدأ النقاش تنضم إلينا من الإمارات الدكتورة مها عبد المجيد، أستاذة الإعلام بجامعة عجمان، أهلا بحضرتك، كل عام وحضرتك بخير. إذن يحتفل العالم اليوم باليوم العالمي للمرأة في ظل وجود متغيرات وتحديات عالمية، على رأس هذه المتغيرات طبعا الحرب الروسية الأوكرانية، إلى أي مدى وإلى أي حد تضررت المرأة عالميا بسبب الحرب؟
أهلا بحضرتك، وكل عام وحضرتك طيبة وبخير، وكل السادة المشاهدين بخير. الحقيقة إن الحرب الروسية الأوكرانية في أعقاب جائحة كوفيد-19 وجهت ضربة قوية جدا للاقتصاد في كثير من بلدان ودول العالم. للأسف إن المرأة تكاد تكون المتضرر الأكبر والخاسر الأكبر على مستوى كثير من القطاعات بسبب تطورات الأحداث. تضررت المرأة كثيرا فيما يتعلق ببعض فقدان فرص العمل أحيانا، أو الاقتطاع من رواتب النساء في بعض قطاعات العمل، وبالتالي هذا انعكس على التحديات الاقتصادية التي تشعر بوطئتها بشكل أكثر حدة من ناظرها الرجل. في الوقت نفسه لا نستطيع أن ننسى أن هناك نساء عائلات، يعني أحيانا توجد بعض المجتمعات التي ترتفع فيها نسبة الأسر والعائلات التي تتحمل مسؤولياتها سيدات، وبالتالي فإن فقدان فرص العمل أو اقتطاع الرواتب يؤثر تأثير شديد الضرر وشديد الأذى لهذه القطاعات من المجتمع. في الوقت نفسه توجد تحديات كثيرة تواجه المرأة المشتغلة في مجال البحث العلمي، والحقيقة إن فترة كوفيد-19 ألقت بهمومها على الكثير من المشتغلين في قطاع البحث العلمي، سواء كانوا ذكور أو سواء كانوا إناث، إلا إنها زادت من حدة التحديات والصعوبات التي تواجهها المرأة في قطاع البحث العلمي. أنا يؤسفني إني أقول إن التقارير الرسمية اللي صدرت عن اليونسكو خلال الأعوام القليلة الماضية بتوضح إن في فروق كبيرة جدا، فروقات كبيرة بين نسبة ممارسة المرأة للبحث العلمي في على مستوى دول العالم المختلفة، وبالتحديد على مستوى دول المنطقة العربية. الحقيقة إن مع تصاعد أحداث أزمة الحرب الروسية الأوكرانية مع جائحة كوفيد-19 من قبلها، تحملت النساء مهام ومسؤوليات مضاعفة. أصبح عليهن أن يعملن عن بعد، وفي الوقت نفسه أن يعتنين بالأسر والعائلات، وبالتالي وهذا واجبهم، أنا لا أنفي أن هذا واجبهم، ولكن أقصد أن أصبحت حجم الصعوبات التي واجهناها في الحياة اليومية أكثر قوة وأكثر جسامة، وتفرض عليهم المزيد من التحديات. إذا دكتورة، أيضا أفاد تقرير للأمم المتحدة في أعقاب حرب روسيا وأوكرانيا أن هناك فجوات بين الجنسين في ظل انعدام الأمن الغذائي، وهذه نقطة أيضا سنتحدث إليها، ولكن اسمحي لي أن نذهب الآن إلى وزير الخارجية المصري سامح شكري، وأيضا الأمين العام للجامعة العربية السيد أحمد أبو الغيط. الآن نتابع. توحيد الرؤى والقدرات العربية لمواجهة تلك التحديات، لا سيما مع تطلع الشعوب العربية إلى ما يمكن الجامعة العربية على الاطلاع بمسؤولياتها. شهدت الدورة تأكيداً من خلال قرارات وبيانات الوفود على مركزية القضية الفلسطينية، وعلى الموقف العربي الثابت في الدفاع عن السلام العادل وعن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، كما أود أتقدم بالتعزية في ضحايا الاقتحام الأخير لمخيم جنين، وأجدد الإدانة لهذه الاقتحامات وما تسفر عنه من ضحايا. اعتمد المجلس قراراً عن سد النهضة، وتم إدراجه كبند دائم على أجندة عمل الاجتماعات الوزارية والقمم العربية القادمة، بما يعكس اتفاقاً عربياً حول حماية حقوق دول المصب، وتأكيداً على ضرورة تمتع إثيوبيا بالمرونة اللازمة للتوصل لاتفاق قانوني ملزم بشأن السد. دفعت مصر بقرارات عن البيئة وتحدياتها، وكذلك عن الأمن السبراني، وتم إقرارها، وذلك في إطار تعزيز عمل الجامعة في هذه المجالات والنطاقات الجديدة. ستعمل مصر خلال الدورة على تعزيز عمل الجامعة مع الدول والمجموعات الجغرافية الأخرى، ومن ذلك اعتماد قرار بعقد اجتماع الوزاري العربي الأوروبي خلال شهر يونيو القادم. بالتأكيد أنه هذه الدورة شهدت حوار وتشاور عميق فيما بين السادة معالي الوزراء وأعضاء الوفود، وأكدت مرة أخرى الاهتمام المشترك بمواصلة العمل من خلال بيت العرب الجامعة العربية. وأتوجه بجزيل الشكر لمعالي الأمين العام والأمانة
على التحضير الجيد لعمل هذه الدورة، واللي كان له كل الأثر في يسر التعامل مع القضايا واتخاذ القرارات بشأنها. هل معالي الأمين العام يحب يضيف شيء؟ لو سيادة الرئيس يسمح لي أن أنا أشرح للإعلام السياق اللي ضر عليه أحداث اليوم لكي تحاطوا علما. هو بدأ اليوم باللجنة الأولى المعنية بتركيا، وصدر عنها قرار وبيان. بيان هي بتملكه، القرار رفعوه للمجلس الوزاري ووفق عليه. أيضا اجتمعت لجنة إيران وصدر برضو عنها قرار وبيان باسمها، وبعدين لجنة القدس. ده السياق. بعد ذلك حدث اجتماع تشاوري استمر حوالي ساعة ونصف لنقاش مفتوح على كافة الموضوعات اللي مطروحة على الساحة الدولية أو ساحة الجامعة العربية، وكان حقيقة نقاش مفيد للغاية، لأنه الجامعة تبينت في موضوع الزلزال في سوريا وتركيا أن ليس لديها آلية مثل المنظمات الدولية للتعامل مع مثل هذه النكبات، ودار حديث حول ما هو الأسلوب الأصلح للتعامل مع هذا الموضوع، أخذا في الاعتبار أن الجامعة ليس لديها تاريخيا آلية للتعامل مع هذه النكبات. أيضا طرح البعض ووافق الوزراء على ضرورة عدم إقحام مشكلات ثنائية بين الدول العربية على اجتماعات المجلس الوزاري، لأنه المجلس الوزاري سيجد نفسه في وضع غير قابل على التعامل مع هذه المسائل. وطرح أيضا موضوع ميزانية الجامعة العربية وضرورة تعزيز الميزانية لكي تستطيع الجامعة العربية أن تتفاعل مع الأوضاع الجديدة في والمتطورة في العالم. ده سياق اليوم، بالإضافة طبعا إلى ما تحدث عليه السيد الرئيس من الاجتماع الوزاري وإقرار القرارات كلها بدون استثناء. تفضل. في معالي الوزير، هل تعتقد أن هناك ضرورة الآن لإيجاد آلية للتعاون بأنها الأكثر تطرفا في تاريخ إسرائيل كله، خاصة وأن هناك إجماع عربي على أن القضية الفلسطينية هي القضية المركزية لكل العالم العربي؟ بالنسبة للمعالي الأمين العام، سمعنا عن مبادرة أردنية يتم مناقشتها لإيجاد آلية للتعامل مع الأزمة السورية من منظور حتى إنساني أو عبر مراحل تؤدي في نهاية الأمر إلى عودة سوريا إلى الجامعة. للتعامل مع الأزمة السورية من منظور حتى إنساني أو عبر مراحل تؤدي في نهاية الأمر إلى عودة سوريا إلى الجامعة العربية. هل هناك معلومات عن هذا الأمر؟ شكرا. سأذن معالي الأمين العام فيما يتعلق بالسؤال الأول. الحقيقة ليس هناك آلية تعاون، إنما هناك آليات متعددة وجهود تبذل على مستوى العديد من الدول العربية، وفي مقدمتها جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية، للدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني والدفع قدما بتسوية سياسية التي تؤدي إلى إقامة الدولة الفلسطينية على حدود 4 يونيو 1967 وأن تكون عاصمتها القدس الشرقية. كل الجهد اللي بيبذل في هذا الإطار هو جهد للحفاظ على حقوق المشروع للشعب الفلسطيني والعمل على احتواء التصعيد والإجراءات الإحادية التي تنتقص من
مسيرة السلام وتجعل من حل الدولتين حل غير قابل للتحقيق. فهذه الآليات وآخرها ربما كان اجتماع العقبة هو بغرض الدفع قدما بالمصالح الفلسطينية بمشاركة كاملة وتنسيق كامل مع السلطة الوطنية الفلسطينية، وبهدف أوحد هو الدفع نحو تحقيق السلام العادل والشامل والحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق. جاوب سيادة الرئيس. الموضوع سوريا حظي بنقاش أثناء الجلسة التشاورية، وبعض الدول الأعضاء تحدث بمواقف واضحة فيما يتعلق بالوضعية من سوريا. بصفة عامة أستطيع القول بقدر كبير جدا من الثقة أنه لا يوجد حتى هذه اللحظة خريطة طريق أو وضوح رؤية فيما يتعلق بكيفية التعامل مع الملف السوري في إطار الجامعة. إذا مشاهدينا كنا نتابع كلمة لوزير الخارجية المصري سامح شكري، وأيضا للأمين العام للجامعة العربية السيد أحمد أبو الغيط. هذه الكلمة كانت لإعلان قرارات مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري، وتطرقت للعديد من الملفات الهامة. أعود مرة أخرى إلى موضوع حلقة اليوم من مطروح لنقاش، وهو حول اليوم العالمي للمرأة، وأيضا ما هي التحديات أمام المرأة. كنت منذ قليل أتحدث مع ضيفتي من الإمارات دكتورة مها عبد المجيد أستاذ الإعلام بجامعة عجمان حول التحديات التي تواجه المرأة بشكل عام، وأيضا أفاد تقرير للأمم المتحدة في أعقاب حرب روسيا وأوكرانيا أن هناك فجوات بين الجنسين في ظل انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية والفقر وتزايد العنف القائم على النوع الاجتماعي. تفاقمت عالميا أزمات كثيرة بسبب هذه طبعا الأسباب، وأبرزها الحرب الروسية الأوكرانية. وأيضا منذ قليل كنا نستمع إلى كلمة السيد أحمد أبو الغيط، وتطرق إلى فكرة عدم وجود آلية لدعم الكبوات أو الكوارث الطبيعية مثل ما حدث في سوريا فيما يتعلق بالكوارث وتداعيات هذه الكوارث أيضا على المرأة. إذن ما سبل دعم المرأة لمواجهة الأضرار الاقتصادية الواقع عليها نتيجة الحرب وغيرها من الأمور بداية من كورونا وحتى الآن؟ تمام. هو أعتقد الحقيقة بشكل أساسي إحنا بنحتاج إلى فرق من العاملين في أمور الإنقاذ وتقديم الدعم النفسي. زي ما تفضل سيادة الوزير منذ قليل، وحضرتك تفضلت بالإشارة إلى كلماته، عدم وجود كوادر مؤهلة أو عدم وجود فرق حتى من يعني يمكن التواصل معها بشكل عملي وبشكل سريع وبشكل رسمي ومنظم، بحيث أنها تمد يد العون والغوث إلى الضحايا والمتضررين بصفة عامة أولا، وللمرأة أيضا بوجه خاص باعتبارها العنصر الأضعف في الحلقة. الحقيقة أن وجود الكوادر المهيئة والمجهزة جيدا للتعامل مع هذا النوع من الكوارث، سواء كانت كوارث طبيعية مثل الزلازل وما شابه، أو سواء كانت الحروب والدمار، أمر مهم جدا وأمر مطلوب. وأنا أتصور كأستاذة جامعية إن إحنا في حاجة إلى تطوير بعض مناهج التعليم وإضافة بعض المساقات ربما التي تؤهل الطلبة عندما يتخرجوا من الجامعة أن يكون لديهم قدر من حسن التعامل مع مثل هذه الأحداث الطارئة أو مثل هذه الكوارث أو مثل هذه الأضرار والخسائر. بنحتاج إن إحنا نكسبهم ذلك سواء كانوا ذكور أو سواء كانوا إناث. فأعتقد أن التعليم عليه دور كبير جدا ودور مهم. ده جزء. الجزء الآخر، أنا يعني أود الحقيقة لفت الانتباه إلى أهمية تقديم الدعم النفسي للمتضررين بصفة عامة وللمتضررات تحديدا من النساء. العنصر النفسي عنصر خطير جدا، وربما في خضم الأحداث بنكون كل انتباهنا يمكن مصوب نحو إن إحنا
ننقذ البشر من التأثير المادي المباشر عليهم. إلا إن هشاشة التكوين النفسي عند الكثير من النساء ونتيجة الظروف اللي بيمروا بيها، الظروف القاسية اللي بيمروا بيها، تتطلب إعطاء مزيد من الأهمية لموضوع الدعم النفسي. الحقيقة إن مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الخيرية عليها دور كبير قوي قوي في هذا الشأن، فأتمنى إن يكون في درجة أعلى من اليقظة، من الوعي، من محاولة الاستفادة من كل الموارد المتاحة في هذا الشأن، وأؤكد مرة أخرى على أهمية النظر بعين الاعتبار لدور مؤسسات التعليم العالي ودور الجامعات في أن تعد كوادر من الطلبة من الشباب قادرين على مد يد العون والمساعدة في مواجهة مثل هذه الأزمات وفي مواجهة مثل هذه التحديات. اسمحي لي أيضا أن تنضمي إلينا دكتورة منى ربيعي، مستشارة الاتحاد الأفرو آسيوي للمرأة. أهلا بحضرتك، كل عام وحضرتك بخير. إذا بعد مرور 27 عام على إعلان بكين الذي يعتبر خريطة وخريطة طريق لتمكين المرأة، لا تزال ترى الأمم المتحدة أن التقدم الذي تم إجراءه وإحرازه في هذا المجال غير مرضي بعد؟ ما المجالات إذن التي ترى الأمم المتحدة أن المرأة حققت إنجازات فيها، وتلك التي ترى أنها لا تزال تحتاج مزيد من الجهود؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل عام وأنتم بخير، وأهنئ جميع نساء العالم باليوم العالمي للمرأة، وأتمنى لهن التوفيق والنجاح في حياتهن. أكيد طبعا المرأة دائما هي تدفع الثمن في جميع الظروف المحيطة، سواء كانت حروب أم ظواهر طبيعية. دائما تدعي الأمم المتحدة للنهوض بالمرأة ودعمها وتمكينها، لكن للأسف الظروف المحيطة بالمرأة هي التي تجعلها تتراجع بالتقدم والنجاح. يعني إذا عدنا مرة أخرى إلى الأرقام، وفقا لمنظمة الأمم المتحدة المرأة يتعرض نحو ثلث نساء العالم لأحد أشكال العنف سواء أسري أو غيره، ما سبل مواجهة العنف القائم على النوع الاجتماعي تحديدا؟ نعم، أكيد دائما تواجه المرأة مسألة التعنيف بسبب المجتمع اللي تعيشه، بالأخص المجتمع العربي، نتيجة العادات والتقاليد والظروف المحيطة. العنف ضد المرأة في كل عام نطالب بمحاربته ومناهضته، لكن للأسف هناك واقع حال نعيشه كون مجتمعاتنا ذكورية، على وجه الخصوص المجتمع العراقي. تعاني المرأة من المجتمع الذكوري، رغم أن وجود الرجل في حياة المرأة أيضا له أهمية، لكن للأسف هناك محاربة تبدأ من الأسرة وتنتهي بالمجتمع، ولا توجد قوانين تحمي المرأة وتدعمها وتمكنها من مواجهة هذه الظروف. عود مرة أخرى إلى الإمارات. هل دكتورة مها نريد مزيد من ضبط أو فهم المصطلحات؟ يعني هناك العديد من المصطلحات، مجتمع ذكوري أو تمكين مرأة، العديد من المصطلحات التي ربما لا يفهمها البعض أو بعض المجتمعات. هل هناك مصطلحات بعينها ربما حضرتك تودي التركيز عليها والاهتمام بها مجتمعين للفترة القادمة؟ حقيقة التمكين هو يشمل تطويرها من الناحية المادية. المرأة المتمكنة اقتصاديا تكون قادرة على مواجهة جميع الظروف المحيطة، قادرة على إعالة عائلتها وصرف عليهم ووصولهم إلى مراحل دراسية متقدمة، وأيضا هي يجب أن تكون متعلمة ومثقفة وتكون مواكبة العصر في جميع المجالات الحياتية. وهذا هو التمكين الحقيقي، هو أن تقوم الحكومة بتمكين المرأة اقتصاديا عن طريق التكافل الاجتماعي، عن طريق توفير فرص عمل لها لترتقي بعائلتها وأسرتها. أعود مرة أخرى إلى الإمارات. دكتورة مها، يعني تشير أيضا البيانات التي نشرتها منظمة الأمم المتحدة الدولية للمرأة إلى أن حصول الفتيات على قدر أكبر من التعليم لم يقابله قدر متساوي من المشاركة في سوق العمل، وأيضا كما حضرتك كنت منذ قليل تتحدثي عن أيضا عمل النساء في مجال البحث العلمي الذي ظهر بقوة منذ ظهور كورونا. أيضا كيف يمكن تمكين النساء في سوق العمل وفي المجالات المهمة ويضمن للنساء بشكل عام في العالم العربي والعالم مشاركة فعالة وحقيقية؟ أشكرك أستاذة مارينا على هذا السؤال. هو الحقيقة
فعلا من المفارقات الغريبة، برغم ارتفاع نسب التحاق الفتيات بالتعليم، إلا إن المنتج النهائي اللي هو التحاقهم بفرص العمل أو حتى تحديدا بمجال البحث العلمي زي ما حضرتك تفضلتي وأشرتي، في فجوة كبيرة ما بينه وما بين التحاقهم بالتعليم خصوصا في السنوات الأولى. وهذا يعني أن المشكلة مرتبطة بالمجتمع ككل، أن المشكلة مرتبطة أيضا بمدى الدعم الذي تتلقاه الفتاة على مستوى الأسرة ومستوى العائلة. المشكلة أيضا للأسف كما أثبتتها أو أشارت إليها بعض التقارير التابعة لليونسكو، أنه يوجد تفاوت في فرص الترقية في العمل المتاحة للنساء مقارنة بزملائهم من الذكور. وبالتالي هذا يولد مشاعر الإحباط، مشاعر الخوف، مشاعر التراجع أحيانا لدى النساء، ويفضلن عدم اقتحام مجال العمل طالما إنها لن تصل أو لن تحصل على فرصتها المتساوية. طيب ده معناه إيه؟ ده معناه إن إحنا محتاجين مناقشة الكثير من الموضوعات بشيء من الصراحة والوضوح والانفتاح، محتاجين مراجعة الكثير من القوانين تتعلق بقوانين وسياسات العمل، خصوصا أنه توجد بعض القوانين المعلنة وقوانين أخرى قد تكون غير معلنة، يعني بيتم العمل بها ضمنا في نطاق المؤسسة أو على مستوى سياق العمل. الحقيقة أيضا أنا آسفة إن أنا أقول كده، بس أنا بعتبر إن الإعلام أحيانا بيكون عليه دور كبير قوي من المسؤولية، وللأسف مسؤولية سلبية فيما وصلنا إليه، وأنا آسفة إن أنا أقول الكلام ده. بس تعالي كده ننظر إلى الصورة النمطية التي تقدمها الكثير من الأعمال الدرامية عن المرأة في قطاع العمل، عن المرأة في قطاع البحث العلمي تحديدا. غالبا طبعا دي مش نتيجة دراسة علمية يعني، ولكنها نتيجة ملاحظة للواقع، غالبا سوف تجدين صورة نمطية سلبية. وبالتالي فهذا يخلق شيء من العزوف الداخلي عند الفتيات وعند النساء، يكرس الصورة السلبية في المجتمع عن المرأة العاملة، عن المرأة المجتهدة، عن المرأة التي تحاول كسر الصورة النمطية. هذه نقطة مهمة سنتطرق إليها، ولكن اسمح لي أن تنضم إلينا من لبنان أسماء داغر، رئيس لجنة المرأة بنقمة المحامين اللبنانية. أهلا بحضرتك. في ظل الأوضاع التي تمر بها لبنان خلال السنوات الأخيرة وحتى الآن، كيف يمكن أن تحتفل المرأة اللبنانية بيوم المرأة العالمي في ظل هذه الظروف، وأيضا أهمية هذا اليوم للبنان والمرأة اللبنانية في هذا التوقيت تحديدا؟ أولا مساء الخير للجميع، وبدي عايد كل امرأة عربية وكل امرأة في العالم على نضالها وعلى وجودها، كل أم، كل زوجة، كل إنسانة ناضلت وبنت أسرة صالحة لحتى يستمر المجتمع. أولا أن بلبنان نحن صحيح عم نعيش في ظروف جدا استثنائية، ظروف اقتصادية سيئة جدا، ما مرق على لبنان ولم يمر مثل الأيام السوداء. ما حأحكي كلام سوداوي، ولكن أنا كمحامية وكأم وكامرأة عايشة في لبنان عم نعيش معاناة حقيقية. أولا بالنسبة للوضع الاقتصادي اللي عم نمرق فيه، كمحامية عم نعيش نقص بالقضاء، وأنتوا كلكم عارفين أنه عنا نحن القضاء معطل الآن، والمحاكم صار 4 سنين معطلة، يعني معني على صعيد القضاء كمان عم نعيش معاناة. كامرأة محامية، كامرأة عاملة، عم نعيش معاناة بالنسبة للأجور اللي عم يتقاضوها العاملات. أولاً مش بس العاملات والعاملين، كلنا بنعرف إنه في معاناة بفرق العملي السوق المصرفي اللي صار والمشاكل مع المصارف اللي عم بتصير. كل هيدي الأوضاع اللي عم نعيش فيها طبعاً تؤثر على المرأة في لبنان، أكيد حتزيد عملية إنه خوف، قلق، عدم استقرار، وفي معاناة داخل الأسرة لتدبير موضوع الأسرة ولتدبير موضوع العائلة لهندسة
الحياة اللي عم نمرق فيها، وهيدي حياة استثنائية. هيدي أنا ما عم بحكي بس للمجتمعات الفقيرة، أنا عم بحكي كمجتمع عام في لبنان، يعني الطبقات الغنية والطبقات المتوسطة والطبقات الفقيرة. نتيجة هالظروف كلياتها اللي عم نعيشها، أكيد في شيء يعني المرأة في لبنان بدها تقدر إنها تعيد حساباتها. منشان هيك إنه باليوم العالمي للمرأة، عادة نحن نحتفل باليوم العالمي للمرأة لحتى إن نحتفل بالإنجازات اللي حققناها على صعيد تعديل القوانين، على صعيد تحقيق العدالة الاجتماعية، على صعيد تحقيق بعض المساواة بين الجنسين، وضع حد للعنف القائم على النوع الاجتماعي، لكثير من المواضيع ونحن اشتغلنا عليها باعتباري أنا رئيسة لجنة المرأة في نقابة المحامين. ولكن بهذا اليوم في الذات يجب أن لا نحتفل فقط، بل أن نعيد جدولة الأعمال اللي لازم نقوم فيها في المستقبل لمعالجة الأخطار اللي عم بتحيط فينا. نحن اليوم ما عم نحتفل بلبنان، نحن اليوم عم نعيد لحسابات، عم نعيد شو المفروض إنه نعمله من تعزيز التعليم، رفع القلق، تشجيع المرأة، كسر الحواجز، خلق الفرص لحتى نقدر إنه نتفادى المشاكل اللي عم نمرق فيها. ولكن في الوقت الحالي بهذه الظروف الحالية، كيف يمكن دعم المرأة في لبنان لمواجهة الآثار الاقتصادية المتفاقمة عالميا، ولكن بشكل واقعي إن صح التعبير؟ بشكل واقعي، أولا احنا كلجنة مرأة عندي أنا ب 22 الشهر شهر أذار عندنا عاملين مؤتمر حول تعزيز كسر تمكين المرأة، عنوان المؤتمر تمكين المرأة، كسر الحواجز وخلق الفرص، وعاملين محاور حيشارك فيها السلك العسكري، المجتمع المدني، المنظمات اللي عم تشتغل كلها على الأرض، القضاة والمحامون، لحتى نقدر هيدي بنوع من التوعية كمؤتمرات. الشيء الثاني اللي عم نعمله، عم نعمل عملية توعية قانونية في المدارس للفتيات وللشابات لحتى كمان يتفادوا موضوعهم العنف القائم على النوع الاجتماعي، لحتى نوعي من التوعية القانونية ليفهموا شو معنات العنف ليتفادوها، وخاصة الذكور، يعني عم نركز على الشباب أكثر من الفتيات على موضوع التحرش الجنسي، لأنه بيظل الفلتان الاقتصادي والفلتان الأمني بيصير الفلتان الأخلاقي، وأنت بتخافي من هيدا الموضوع لأنه عم يتفادى بالمجتمع. عم نشتغل على الفتيات وعلى الشابات على الأرض لحتى نقدر إنه يتماسكوا بالمجتمع ونتفادى المشاكل اللي عم بتصير، ونعمل توعية قانونية على عملية التحرش، عملية المخدرات اللي بتتفاقم بظل الوضع الاقتصادي اللي عم بيصير، لأنه بالمعاناة بيصير في عدم يعني ضبط للمواضيع الأخلاقية اللي بتصير لحتى ضمن المدارس، لأنه كلنا بنعرف لما بيكون الشاب أو الصبية أو يعني الشابات خاصة إنه بيكونوا عم بيعانوا من نقص، مش عايشين الحياة اللي معودين يعيشوها، محتمل إنه يلجؤوا، لأنه عم تقول الست إنه نحن بدنا معالجة نفسية لبعض لدى نتيجة الوضع اللي صار نتيجة جائحة كورونا. كمان هون بدنا نركز نحن نقدر نتابعهم، نوعيهم لحتى ما يقدروا يوقعوا بالغلط ويتفادوا الأخطاء. سنتطرق يعني إلى تفاصيل هذه النقطة تحديدا، ولكن اسمحوا لي مشاهدينا أن أشكر من الإمارات الدكتورة مها عبد المجيد أستاذ الإعلام بجامعة عجمان، وسأعود مرة أخرى لاستكمال النقاش وملفات كثيرة تخص المرأة العربية وأيضا المرأة في العالم بشكل عام. ولكن نذهب الآن إلى العراق. تلعب المرأة العراقية دور كبير في مختلف الأزمات التي تواجه المجتمع العراقي بحماية المرأة ورعايتها حتى تتحرر المرأة من القيود والتدخلات والعنف الاجتماعي، وتمارس دورها المهم في الإسهام في التنمية المستدامة. توأد في كل الأزمان وفي كل مرة تزهر من جديد شجرة لا تستسلم. المؤنسات كفاح مستمر وتهميش متعمد، لكن رغم هذه العقبات تمكنت المرأة من إثبات قيمتها ونديتها للرجال في مراكز صنع القرار وتحمل المسؤوليات،
كسرة جميع القيود التي كبلها بها المجتمع وحررت نفسها من تقاليد بالية. يعني مثل هذه المهرجانات المهمة اللي تسلط الضوء على دور المرأة العراقية في المجتمع وكيفية مشاركتها في كافة المجالات، سواء كانت على مستوى السياسي ودورها في تكون صاحبة قرار، أو على المستوى الاجتماعي وكيف تكون هي المبادرة في السلم المجتمعي. الأمم المتحدة، البعثات الدبلوماسية، بعثة الاتحاد الأوروبي في العراق وبعثة الاتحاد الأوروبي الاستشارية بالعراق، وكلهم يعني يركزون على جانب المرأة. وحاليا تشوفين حتى برسم السياسات والاستراتيجيات مع يعني الجانب العراقي يركزون على أنه لازم يكون للمرأة دور في كل شيء، في رسم السياسة وفي البرامج وفي تنفيذ البرامج، أنه لازم يكون عدد من النساء موجودين. سيدات الأرض، بهذا المسمى استعرضت النساء العراقيات إنجازاتهن بيوم المرأة العالمي، إبداعات في مجالات مختلفة وقصص نجاح أسطورية بثقت من رحم المعاناة. تكريم للمسؤول العراقي باعتباره واحتفى بهذه المرأة المبدعة وساوى بين الجميع. يعني لولا هذه الأصوات العذبة، لولا هذا العزف الجميل، ما كان المهرجان أي علاقة وحضوره، فكيف نهمل؟ كيف يتم تجاهلنا بهذه الطريقة؟ هذه الجهود النسائية التي ربما يكون أغلبها فردية تصدم عادة بضعف الإجراءات الحكومية الضامنة لحقوق المرأة. نساء طالبنا بتفعيل جملة من القوانين لضمان حقوقها. من بغداد، هبة تميمي، هنا القاهرة عاصمة الخبر. ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة، تبحث المرأة اللبنانية عن حلول لتخطي العقبات. وسط الأزمات المعيشية التي تتفاقم يوماً تلو الآخر في لبنان، تضاعفت نسبة الأسر التي تعيش تحت خط الفقر متعدد الأبعاد خلال عامين فقط لتصل إلى قرابة 82% من تعداد السكان، وأغلبها يعيش خارج العاصمة بيروت التي تحظى أغلب الأسر فيها بكثير من الدعم والاهتمام. ومن هنا من زحلة بمحافظة البقاع يلعب رواد المجتمع المدني دورا محوريا ليحافظ عدد كبير من الأسر على أبسط حقوق الحياة. لبنان عم يمرق كتير بظروف صعبة اقتصادية واجتماعية، عم يمرق بظروف سياسية أمنية، فالحاجات كتير كبيرة، إن كان على صعيد الصحة، إن كان على صعيد الحماية، إن كان على صعيد التعليم، على صعيد حماية المرأة. فالمجتمع المدني مفروض يكون له دور، مش بس للطوارئ، بدك تعطي ليل مع نهار، تشتغل بجهد ليل مع نهار لتقدر تكون عم تمثل صح محلك، أو لا روح على البيت. منذ الطفولة كانت تحرص ماريا خياط على دعم الأسر المتعففة، ودعمت شغفها بالدراسة، وعلى مدار سنوات طويلة قدمت الدعم لآلاف الأسر في مختلف المناطق التي تعاني فيها المرأة والأطفال وسكان مخيمات اللاجئين. موضوع التمكين الاقتصادي بالنسبة لنا مهم، لأنه بس تكون هي تتمكن اقتصادياً المرأة فحتصير شريك حقيقي مش بس بالمصروف، بس بالدخل للبيت. بنشتغل كتير على موضوع التوعية، على موضوع أنه تعرف كيف ترفض العنف، كيف يبلش الحوار بالبيت، كيف تحمي أولادها وتحمي حالها.
بالتزامن مع الأزمات المعيشية غير المسبوقة، واجه اللبنانيون أزمة طاحنة مع انتشار فيروس كورونا ثم الكوليرا التي كانت هذه المنطقة من أبرز بؤر انتشارها. بنقدم خدمات الصحة يعني الرعاية الأولية بالمناطق اللي كتير نائية اللي مش موجود فيها مستوصفات كوفيد 19. ركزنا أنه نعمل مراكز للعزل، قدمنا تقريباً شي 7 مراكز للعزل الاختياري مأمن من كل شي موجود فيه. وزعنا كتير من مواد الهايجين، الكمامات وهي القصص. بالنسبة لموضوع الكوليرا كمان اشتغلنا على تأمين كل شيء، المعدات، الفلايرز والأشياء النظافة. ألقت الأزمات التي يمر بها لبنان أعباء مضاعفة على المجتمع المدني الذي يعاني في ظل هذه الظروف، ولكن الأحلام لم تتغير، وماريا هي إحدى المتمسكين والمصرين على تحقيق هذه الأحلام. بحلم أنه ما يكون عندنا مركز واحد للمكافحة عمل الأطفال، يكون بكل المحافظات موجود، بس بعدين بحلم أنه يتسكروا، لأنه ما يكون في ولا ولد عامل. الأطفال تبقى محمية، يبقوا بأوطانهم، يبقوا يكون عندهم عن جد كل حقوقهم، من حقهم بالهوية لحقهم بالتعليم لحقهم بالحماية. بحلم يوم يوقف التمييز، هو لازم نحن نحلم لقدام، بس المشكلة صرنا كلبنانية عم نفكر نرجع للي كنا فيه، أنه إن شاء الله بيرجع لبنان اللي هو فاتح قلبه وعقله للدول العربية، يعني يكون لبنان موحد، لبنان الثقافة، لبنان الاجتماعيات الحلوة. بعيدا عن السياسة، يعمل قطاع كبير من المجتمع المدني بكل تفان، ولا هم له إلا أن يعود لبنان وأهله أفضل مما كان. أحمد سنجاب من بيروت، هنا القاهرة عاصمة الخبر. في اليوم العالمي للمرأة نتابع مع حضراتكم أبرز التحديات التي تواجه المرأة العربية، ومن لبنان إلى العراق مرة أخرى. معي ضيفتي من العراق الدكتورة منى ربيعي، مستشارة الاتحاد الأفرو أسيوي للمرأة. أهلا بحضرتك مرة أخرى. إذن العراق تعاني من متغيرات مناخية كثيرة، وأيضا ملف تغير المناخ واحد من الملفات المهمة التي تؤثر بشكل مباشر على الكثير من الفتيات والمرأة بشكل عام. كيف تأثرت المرأة في العراق بسبب هذا الملف؟ حقيقة المرأة والطفل أيضا يعانون معاناة مريرة حاليا. هناك عوائل تعيش تحت خط الفقر، النساء المتضرر الأول والرئيس بهذه المسألة. للأسف الضغوطات النفسية، الأوضاع، الحروب، الأوبئة، كلها أثرت تأثير سلبي على نفسية المرأة العراقية. رغم هذا كله هناك تحديات المرأة، هناك نهوض واقع حالها تحاول أن تواجه جميع ظروفها. المرأة العراقية معروف عنها امرأة صبورة، قنوعة، قوية نوعا ما، تحاول أن تؤمن العيش لعائلتها وأولادها. الفتيات أيضا بدءا تقريبا يبحثن عن عمل وفرص تناسب تحصيلهم العلمي، وضعهم الاجتماعي، لكي يعني ترفع الثقل عن كاهل عائلتها. إذن ما المطلب الرئيسي للمرأة العراقية الآن؟ نعم، ما المطلب الرئيسي للمرأة العراقية الآن؟ المرأة العراقية الآن بدأت تواجه الظرف الحالي مواجهة قوية، الحمد لله أثبتت وجودها، رغم أن هناك عديد من النساء يعانين من الفقر والعوز، لكن رغم هذا البعض منهن بدأن يعني حسب مستواهم العلمي يبحثون عن فرص عمل، تحاول تدخل في جميع المجالات لكي تثبت وجودها ونجاحها، الحمد لله. أيضا رصدت المنظمة أنه في الدول النامية تحديدا تظل النساء رهنا للعمالة المنزلية غير المدفوعة أو زهيدة الأجر. هذه النقطة تحديدا وهذا الملف والمشكلة، كيف يمكن حماية حقوق النساء في هذا الصدد؟ نعم، أكيد يجب أن تشرع قوانين تحمي المرأة، يجب أن يكون هناك تكافل اجتماعي، هناك العديد من دخلهم محدود جدا، لا يؤمن لهم العيش الرغيد. يجب أن تكون هناك قوانين تحمي المرأة، وهناك موارد مالية ويكون مردوداتها يخص المرأة بالذات والطفل، لأن نهوض المجتمعات يبدأ من المرأة حقيقة.
دكتورة منى، بالطبع يعني بعد الحرب الروسية الأوكرانية العالم كله تأثر وخصوصا اقتصاديا، ولكن تحديدا في العراق كيف تأثرت المرأة العراقية والأسر العراقية مع وجود هذه الحرب واستمرارها حتى الآن؟ طبعا الحرب أثرت على اقتصاد البلد تأثير كبير، ارتفعت أسعار المواد الغذائية، هناك يعني أصبح تفاوت كبير بالسعر سبب الحرب. إذن إحنا بعيدين كل البعد عن الحرب، الاقتصاد هنا عندنا سعر الدولار الصرف ارتفع أيضا، كانت صرف ورقة يعني 100 دولار بمبلغ 120 ألف تقريبا، الآن وصل المبلغ 163-152، وتحاول الحكومة معالجة هذا الأمر بشتى الأساليب والطرق. دكتور، دائما نتحدث عن أهمية دعم المرأة للمرأة، كيف يمكن تقوية هذا العنوان أو ربما الشعار؟ كيف يمكن للمرأة العراقية أن تكون داعمة للمرأة العراقية، وخصوصا أنه من خلال الحلقة رأينا أيضا هناك تقارير عن نساء من العراق، هن نساء يعني لديهن القدرة والقوة لاتخاذ الكثير من الخطوات في الكثير من المجالات أيضا؟ نعم، هي هذه النقطة الرئيسة اللي طبعا احنا دائما تلفت نظرنا، انه لاحظ ان المرأة تعنف المرأة نفسها، يعني في الانتخابات لا تجديها لا تنتخب امرأة، تنتخب رجل. زين كيف سوف تنهض بين بواقعش ان لم تساندي اختك المرأة في المجال السياسي مثلا، حتى من أجل أن نشرع قوانين تخدم واقعك الحالي. هنا هاي النقطة دائما احنا نفكر بها، نجد أن المرأة لا تساند المرأة بل تعنفها، يعني تكون ضدها، ضد قراراتها، ضد. لماذا برأيك؟ يجب أن يكون هناك تشجيع بين المرأة والمرأة، وأن تكون لدينا وزارة مختصة بشؤون المرأة، ويكون لنا اتحاد خاص بنا أيضا ليعالج المشاكل التي تعاني منها المرأة، مشاكل الابتزاز، مشاكل التسول، مشاكل الفقر اللي عبر خط الفقر أيضا. فهذه الأمور يجب أن يكون هناك أشخاص معنيين لدعم المرأة. لماذا برأيك لا تدعم في بعض الأحيان، يعني بحسب رأي حضرتك، المرأة أيضا؟ نعم أكيد، المرأة دائما تكون ضد المرأة، ما أعرف هو هذه الحالة منتشرة عندنا إحنا حاليا، عندما تجد امرأة أخرى ناجحة تجديها لا توافق على هذا الشيء. اسمح لي أن أرحب من الأردن الدكتورة أمل العوودة، رئيس القسم الأكاديمي بمركز دراسات المرأة. أهلا بحضرتك وكل عام وحضرتك بخير. يعني إذن تظل الكثير من القطاعات وأيضا النساء في العالم العربي يعني تتحدث الكثير من المنظمات أيضا عن المشاكل التي تواجه النساء، وخصوصا من بعد كورونا مرورا بالحرب الروسية الأوكرانية، كيف أثرت الحرب الروسية الأوكرانية على المرأة العربية تحديدا؟ يسعد مساءكم جميعا وكل عام ونساء العالم بألف خير. يعني نحن نلتقي في هذا اليوم الذي من المفترض أن يكون قد حقق للنساء العديد من المكتسبات والعديد من الإنجاز على مستوى الأمن وعلى مستوى الاستقرار وعلى مستوى التقدم في التشريعات وبالأنظمة وفي منظومة الحماية. إذا ما أردنا الحديث في موضوع الحروب وتأثيرها على النساء، لنجد بأن المرأة دائما تقبع يعني ضحية حروب، ضحية نزاعات، ضحية صراعات. غالبا ما تستخدم المرأة كأداة حرب، وبالتالي تكون انعكاسات الحروب وتداعياتها على النساء هي الأكثر، سواء كان على المستوى الصحي، سواء كان على المستوى الاجتماعي، سواء كان على المستوى الاقتصادي، وحتى أيضا على المستوى الأسري اللي بتفتقد المرأة في جراء هذه الحروب، يعني أقرب الناس لها
الأبناء، الزوجة، الإخوة، الأهل، وبالتالي تتغير منظومة أدوارها لتصبح المرأة المعيلة وتصبح المرأة التي يعني تستند إليها الأسرة في أوضاعها الاقتصادية وفي تحقيق أمنها وفي تحقيق استقرارها. فسواء كانت الحرب الأوكرانية أو كانت الحرب في أي دولة كانت، لا يعني نرى بأنها تؤثر دائما وأبدا سلبا على النساء، وتكون النساء هي ضحايا الحروب بشكل كبير جدا. ويمكن هذا الشيء اللي خلى المنظمات العالمية ومنهم الأمم المتحدة أن تتخذ قرار مثل قرار 1325، وهو حماية المرأة في وحماية أمنها واستقرارها في الحرب والسلم، لتكون مشارك في موضوع صنع قرار على مستوى الحالات اللي بيكون فيها حروب ونزاعات مسلحة، لأنها المتضررة الأول والأخير المرأة. الحروب تترمل جراء الحروب، تفقد عوائلها، تفقد أبناء، تفقد وظيفتها. الظروف الاقتصادية التي تؤول إليها الحروب غالبا ما تكون تداعياتها على النساء، بحيث تفقد أعمالها وتفقد دخلها، وبالتالي هذا ينعكس سلبا عليها وعلى تمكينها. يعني المرأة بالوضع الطبيعي جدا تعاني الويلات الكثيرة جراء الأزمات الاقتصادية، جراء الأزمات الطبيعية، جراء الأزمات البيئية، وبالتالي يعني بتكون هي من يعني الخاسر. صحيح، وضحت الصورة. بعتذر لحضرتك طبعا لضيق الوقت، وبشكر ضيوفي بداية من الأردن الدكتورة أمل العواودة، رئيس قسم الأكاديمي بمركز دراسات المرأة، ومن العراق الدكتورة منى ربيعي، مستشار الاتحاد الأفرو أسيوي للمرأة، وأيضا كانت معنا من لبنان أسماء داغر، رئيس لجنة المرأة بنقابة المحامين اللبنانية. كنا معكم ونقاش حول التحديات التي تواجه المرأة في يومها العالمي، وغدا حلقة جديدة من مطروح لنقاش، ودائما هنا القاهرة عاصمة الخبر.